السلام عليكم. لا تخلو صفحة الفيسبوك ومنصة تيك توك في الساعة الأخيرة من الحديث وتداول فيديو مؤثر جدا بث الحزن في نفوس الجزائريين بعد مشاهدته. ويظهر هذا الفيديو المتداول على أوسع نطاق رجل طاعن في السن وهو يهرول بخطوات متثاقلة في الطريق نحو حافلة لنقل المسافرين. وقال أحد الناشطين على الفيسبوك: الشيء الوحيد والذي لم يتغير في هذا الوطن هو أن المواطن البسيط ما زال يعاني من